الدوائيه او اللي بسميها دراج ديليفري سيستم. ولما بقى هنيجي نتكلم عن الدراج ديليفري سيستم هيبقى لازم هنتحيز شويه للنانو دراج ديليفري، لان تكنولوجيا النانو زي ما احنا عارفين عامله طفره كبيره جدا جدا في مجالات كتير، في الصناعه والتغذيه والتكنولوجيا، وطبعا في مجال تطوير الادويه، لانه بيقدر يحسن لي من كفاءه الدراجز، بيعمل حواليها بارير يحميها، بالتالي هيزود لي الثيرابيوتيك اكتيفيتي بتاعتها. فانا كده وفرت كوست ان انا ما استخدمش كميه كبيره من الدراج، وهقلل السايد افكت بتاعه او التوكسيسيتي. المشكله اللي بواجهها مع الكيموثيرابيوتيك دراج وفي نفس الوقت هتبقى يعني الكيموثيرابيوتيك دراج لو انا استخدمتها بصورتها من غير ما اعمل لها كارير، هتبقى اضرارها على الخلايا السليمه اكتر من الفايده العلاجيه اللي انا هاخدها منها. بالاضافه ان انا كمان اقدر اعمل حاجه اسمها موديفيكيشن على سطح النانو كارير، اقدر بيه اخليه يستهدف الخلايا المريضه وبس، اخليه اما يشوف الخليه السليمه كانه مش شايفها، ما يدخلش جواها، ما يعملهاش اي مشكله. ده اللي بسميه التارجتد ثيرابي، عن طريق ان انا بستخدم بعمل ديكوريشن على سطح النانو كارير بسبيسيفيك انتي بودي او انتيجين بيتارجت انتيجين او انتي بودي برضو على سطح الخليه المريضه، او بستخدم سيرتن مولكيولز برضو بيبقى ليها ريسبتورز على سطح الخليه زي اللاكتوفيرين او الفوليك اسيد. وبكده اقدر اقول ان انا عندي حاجه اسمها سمارت دراج ديليفري سيستم كان كيور فاستر وزاوت اني سايد افكت. قبل بقى ما ندخل نتكلم على الانهيليشن روت اوف ادمنستريشن، نحب ندي كده نبذه كده صغيره عن انواع الروت اوف ادمنستريشن وعيوبها، ومن خلال الكلام عنها هنعرف ان نوعيه المرض اللي انا عايزه اعالجه او طبيعته او طبيعه الدراج هي اللي بتفرض عليا اختيار الروت المناسب. ومن خلال بقى الكلام ده هنعرف ايه مميزات الانهيليشن روت اوف ادمنستريشن عن باقي الروتس. خلاص، اول حاجه هنتكلم عنه الاورال روت او الاورال ديليفري. الاورال ديليفري هو روت سهل جدا والموست كومن، في نفس الوقت بيبقى على دوزج فورمز كتيره جدا، سواء ليكويد سواء سوليد في شكل كبسول او تابلت، ومناسب لجميع الاعمار. المشكله بقى فيه ان هو بيحتاج كميات كبيره جدا، فهيبقى عندي فيه هادر في الدراج كبير، على قد ما الدوز ما بتبقى كبيره على قد ما انا هحتاج ان انا يبقى فيها كميه دراج كبيره. تاني مشكلة ان هو not suitable للunconscious patient، البيشنت اللي هو فاقد الوعي مش هيقدر يبلع، فبالتالي انا لو عايزة اديله اي medication مش هعرف اديه بالاورال روت. تالت مشكلة بقى، ودي المشكلة الكبيرة، اللي هو الدراج في حالة الاورال administration بيتعرض لحاجة اسمها first pass effect. الفيرست باس effect كده بالمختصر كده معناه ان تركيز الدراج هيقل جامد جدا قبل ما يوصل للcirculation، نتيجه ان كميه كبيره هيحصل لها لص اثناء عمليه الامتصاص سواء في الامعاء او في الكبد. عشان كده معظم الادويه اللي بناخدها اورال بتتاخد اكتر من مره في اليوم عشان نعمل حساب اللص اللي بيحصل. اي روت بقى هنتكلم عليه بعد كده مش هيعاني من مشكله الفيرست باس افكت، لان هو مش 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 هيتاخد عن طريق الاورال روت. تاني روت الاوكيولار روت، ده بيبقى مناسب جدا لو انا بعالج مرض في العين، غير كده مش هيبقى روت ناجح. عيوبه ان اثناء ما باخد الدوز لازم الاي ليدز يبقوا مقفولين على بعض، ما ينفعش ابقى واخده الدوز والعين مفتوحه، الدوز كلها هتقع بره العين. تاني حاجه ان هو بيعمل لي تعتيم في الرؤيه، بلارد فيجن، يعني لو واخده دواء مثلا ايمالشن ولا حاجه هيحجب الرؤيه لفتره كبيره. بلس بقى ان هو معظم الدوز اصلا ما بتثبتش جوه العين، يعني حتى لما بنيجي ناخد الجرعه ونيجي نقفل العين معظمها بتقع بره العين، بالاضافه ان العين اصلا منطقه حساسه جدا، فما اقدرش اعتمد عليها كروت اوف ادمنستريشن لدراجز كتير، لان في دراجز كتير بتبقى اريتيشن بتعمل اريتيشن، فبالتالي ما اقدرش اعتمد على الاوكيولار روت كروت اوف ادمنستريشن لمعظم الدراجز.
بعد كده بقى في اللي هو البوكال روت والسب لينجوال روت. البوكال روت اللي هي اللي بتبقى في المنطقه اللي بين الشفه واللثه بتاع الاسنان. السب لينجوال اللي هي تحت اللسان. التو روتس دول بيدوني رابيد لوكال افكت ورابيد ابسوربشن. بس عيوبهم بقى ان هم وجود الدراجز في الـ في الـ في المكان ده بيخلي الماوس عرضه لان هو يفرز سلايفا كتير جدا، فده بيعمل لي دايليوشن للدوز. بالاضافه الى ان وجود السلايفا هيؤدي ان يحصل سوالوينج، سلايفا بيبقى في دايب فيها كميه من الدراج، بالتالي هيقلل الافكاسي لان كده كميه الدراج هتبقى قليله. هندخل بقى بعد كده على الاي في روت اللي هو الانتروفينوس. نقدر نقول كده ان جميع الانجكشن روت بنعتبرها انفيسيف روتس، حاجات مؤلمه مش كل بيحبها، بلس ان في ناس يعني بيبقى عندها فوبيا من الانجكشن. الادفانتج بتاع الاي في روت ان هو بيبقى له دايركت اكسسبيليتي للسيركيوليشن، بيخش السيركيوليشن على طول وبيديني رابيد اونست اوف اكشن. عيوبه بقى ان الروت ده روت مناسب جدا لنقل الانفكشن، لو انا التول اللي بدي بيها الدوز بتبقى مش معقمه. تاني حاجه ان لو حصل مثلا وفي غلط في حسابات الدوز وطلعت عاليه شويه بيبقى في ريسك للهاي دوز، فممكن اعراض التوكسيستي تظهر وممكن المريض يموت وقتي ساعتها في ايدي. بيبقى مقتصر فقط على الهايلي سوليبل دراجز، ما اقدرش اديه على حاجه مش دايبه كويس لان برضو هتموت لي المريض في ساعتها. بالاضافه الى ان هو روت ما ينفعش المريض يديه بنفسه او مش كتير هيقدر يديه لنفسه، محتاج تريند بيرسون، لازم يبقى بيرسون متدرب كويس ان هو يدي عن طريق الاي في. الانترا ماسكولر روت اوف ادمنستريشن مشكلته ان هو يعني روت بيحصل ما بيحصلش كومبليت ابسوربشن للدوز بتاع الدراج، وبرده بيحتاج تريند بيرسون. عشان كده برده ان هو الانترا ماسكولر بيبقى الدوز بتاعه كبيره زي الاورال روت. السبكتينيوس ميزته عن الانترا ماسكولر والانتروفينوس ان هو سهل ان هو يبقى سيلف ادمنسترد، يعني اي شخص يقدر يدي لنفسه سبكتينيوس. بس عيوبه ان هو بينفول جدا وبيحصل تشو دامج، وده بنلاقيه عند الناس اللي هي بتاخد حقن انسولين، بتفضل يعني تدور على اريا كده تدي فيها الحقنه بتاعت الانسولين وحته خلاص تبوظ تبدا تدور على حته تانية، فهو روت مؤلم. يعني الترانسديرمال ده روت لطيف جدا بس عنده مشكله انه مش بيكون مناسب لكل الدراجز، يعني بيبقى ريستريكتد بس على الدراجز اللي المولكولار ويت بتاعها اقل من 500 دالتون، اكتر من كده مش هيحصل امتصاص وهيفضل الدراج زي ما هو على سطح الجلد من بره. بالاضافه اصلا الى ان استجابه الجلد لامتصاص الدراجز بتبقى مختلفه من شخص للتاني، وخصوصا لو كان في ديزيز في السكن، وبالتالي كده انا مش هقدر احصل على فيدباك ان قد ايه دراج مناسب لعلاج الكيس اللي في ايدي. اخر حاجه بقى اللي هو الريكتال والفاجينال، دول اصلا بيحصل انكمبليت ابسوربشن للدراج في الروتس دي، بلس ان هم اصلا تو روتس مش محببين عند ناس كتير، مش مستصاغين يعني. اخر حاجه بقى اللي هو عنوان محاضرتنا النهارده اللي هو الانهيليشن روت، ده هنتكلم عنه باستفاضه في المحاضره، بس اهم مميزاته ان هو سيلف ادمنستريشن، افويد الفيرست باس افكت اللي هو بنتعرض له في الاورال روت. البلمونري دراج ديليفري، في ناس كتيره شايفه ان الانهيليشن روت ممكن يبقى سكسسفول روت كبديل لباقي الروتس في علاج امراض كتير خصوصا البلمونري ديزيز. ده نتيجه لان هو اعتمد الكلام ده على وجود عده مميزات بتبقى سبيسيفيك بس للانهيليشن روت.
او للسايت بتاع اللونج شخصيا. يعني اول حاجه availability to provide either local or systemic effect، يعني ده المكان الوحيد اللي انا اقدر احصل منه على local و systemic effect. وانس ان الدراج عندي او الدوز دخلت الديب لونج، اللي هيحصل ان لو انا عندي بعالج حاجه معينه في اللونج، هو كده وصل للتارجت سايت، انا مش محتاجه لسه يمشي يوصل للتارجت سايت. بلس ان في جزء من الدوز اللي داخل الديب هتدخل السيركيوليشن عن طريق البلد فيسلز الموجوده في اللونج، وهتبدا انها تمشي في السيركيوليشن. لو انا عايزه اعالج حاجه في مكان تاني هتمشي وتعالج زي اي دراج تاني. تاني حاجه اللارج سيرفيس اريا بتاع اللونج بتبروفايد هاير دراج ابزوربشن نتيجه لللارج سيرفيس اريا. لو ميتابوليك اكتيفيتي الموجوده في اللونج، لما نيجي نقارن بالاورال روت اللي بيتعرض للفيرست باس افكت، possibility to use lower dose، لان انا كده عندي اصلا مش هيحصل loss عندي في الدوز، انا عندي المفروض ان هو رايح لتارجت معين لسايت معين في الجسم، فمش مش 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 محتاجه كميه كبيره علشان يعني مش هيحصل loss كتير عندي عن طريق الانهيليشن روت. rapid onset of action ده بيديني استجابه سريعه جدا، خصوصا في حالات معينة، حالات اللونج ديزيز. لو أنا مثلا عندي مريض أزمة، مريض الأزمة بيبقى مش عارف ياخد نفسه، وبالتالي أنا المريض بيبقى عايز حاجة تحلله أزمته دلوقتي. أنا مش هينفع أقول له أخليه واقف قدامي بعبي له مثلا حقن عشان اديها له، او بدور له على دواء في نفس الوقت، مثلا لو ما فيش حواليه تريند بيرسون يدي له الحاجه اللي يدي له الحقنه او يدي له الدواء بتاعه، مش هيستحمل، هو اصلا عايز ياخد حاجه دلوقتي تحل له مشكلته. فانسب حاجه ممكن تعمل له الايفكت ده هو ان هو ياخد جرعه انهيليشن، الدواء بتاعه ياخده عن طريق الانهيليشن، هيبدا يوسع الشعب بتاعه ويتنفس عادي جدا. فما ينفعش ان انا يبقى عندي مريض ازمه واقول له استنى على بال ما اديك الدواء والدواء يشتغل، ممكن يعني ما يستحملش في ايدي. برضه مميزات ان هو سيلف ادمنستريشن، يعني سهل ان الشخص ياخده مع نفسه، ما يحتاجش حد تريند بيرسون يديله الجرعه بتاعته. طيب ايه المشاكل بقى اللي ممكن تقابلنا في البلمونري ديليفري؟ اغلبيه الانهيليشن سيرفيس بتعاني من الشورت هاف لايف، وبالتالي هتديني في الاخر inefficient therapy. الشورت هاف لايف ده بقى بيبقى نتيجه لميكانيزمات موجوده في اللونج، اهمها حاجه اسمها البلمونري كليرنس ميكانيزم. البلمونري كليرنس ميكانيزم ده بيبقى عباره عن حاجتين، ميوكو سيلياري ده بيبقى حاجه ميكانيزم مخصص في حته للابر ريسبيراتوري تراكت، او الالفيولار ماكروفاج. الالفيولار ماكروفاج ده بيبقى ميكانيزم موجود في الديب لونج، تمام كده. طيب ده هيشتغل امتى وده هيشتغل امتى؟ كل واحد بيشتغل على حسب حجم البارتكلز اللي داخله اللونج، وحجم هنا انا اقصد بيه مش حجم متقاس، حجم محسوب، حاجه اسمها الايرو دايناميك دايامتر بتاع البارتكلز اللي داخل. لو الايرو دايناميك دايامتر بتاع البارتكلز اللي هيجي يدخل اللنج، اللنج اصلا منطقه بتبقى عايزه تعيش استرايل على طول، مش عايزه اي حاجه تدخل جواها، زي كده زي البرين. البرين برضو منطقه محظوره، مش اي حاجه هتقدر تدخل البرين، فاي حاجه هتيجي تدخل اللنج، اللنج هتوقفها لو هي الايرو دايناميك دايامتر بتاعها اكبر من 6 ميكرومتر، هتطرد من فوق اصلا مش هتدخل الميوكوسيلياري كليرنس. لو هي اقل من 6 مايكرو هتعرف تدخل اللنج، بس الالفيولار ماكروفاج بقى هتمسكها مش هتسيبها، ويحصل لها رابيد كليرنس، تمام كده. طيب اللنج بقى انا لما هاجي هدي دراج في حجم المايكرو، اللنج مش هيقول اصل ده دراج نعديه، لا لازم هيبقى فيه وقفه، هو هيتعرف عليه ان هو فورين بادز، فبالتالي هيعامله معامله الانفكشن او الباثوجين او اي حاجه مش عايزه تدخل اللنج، تمام كده. تاني مشكله من المشاكل الانزيماتيك ديجراديشن، ان الدراجز اللي داخله بتبقى معرضه ان يحصل لها ديجراديشن عن طريق الانزيمز الموجوده جوه اللنج، وده حله ان انا اشوف لها كارير مناسب يقدر يحميها.
الرابيد سيستميك ابزوربشن ده نتيجه لللارج سيرفيس اريا. فبالتالي البارتكلز عندي لو محتاجه ان هي تديني لوكال افكت ممكن ما تلحقش تدي اللوكال افكت بتاعها ويحصل لها ابزوربشن على طول. وده برضو بنقدر نتغلب عليه، بيبقى باختيار النيتشر بتاع الدراج نفسه. يعني لو الدراج من اللي حجمه كبير زي البيبتايد دراجز مثلا، هيحصل لها اجريجيشن في اللنج، دي هيحصل لها هتعمل لوكال افكت، هقدر ان انا احصل منها على لوكال افكت. لكن لو الدراج حجمه صغير ده هيدخل السيركيوليشن وهيمشي في السيركيوليشن. تمام كده. طيب ايه بقى دور النانو تكنولوجي في التغلب على المشاكل دي بتاع البلمونري دراج ديليفري؟ النانو بقى بيقدر يقدم لي الحل السحري للتغلب على مشكله البلمونري كليرنس. ازاي؟ انا عندي النانو بارتكلز اصلا حجمها صغير جدا، فدخولها جوه اللنج ما بيخليش، اولا هي طبعا ما وصلتش الحجم المايكرو، فبالتالي هتعدي مش هيحصل لها كليرانس في الابر ريسبيراتوري. لما هتدخل جوه في الديب لانج اللي هيحصل ان هي اصلا كمان الماكروفاج الالفيولار ماكروفاج مش هتقدر تتعرف عليها، مش هتشوفها اصلا، هي السنسور بتاعها بيلقط الحاجات اللي بالمايكرو سايز، الحاجات اللي بالنانو لا هي مش هتلقطها اصلا، فهيفضل جوه اللنج ويبدا يعمل الافكت بتاعه، يطلع مثلا الدراج ويبدا يعمل السيرابيوتيك افكت بتاعه. طيب هل المشكله بقى عندي ان اصلا النانو بحجمه الصغير اللي هو اصلا ميزه بالنسبه لي ان هو لو دخل الديب لانج ما بيقدرش اصلا يدخل الديب لانج، لان دي منطقه اصلا عشان يدخل الديب لانج هيعدي هيمشي رحله كبيره جدا، هو مش هيستحملها، الحاجه الخفيفه مش هتقدر تغوص. يعني لو حد حتى جرب انت بتحذف حاجه من فوق خفيفه، لو انت واقف في بلكونه مثلا وبتحذف حاجه من فوق، لو هي خفيفه هتطير، هي مش هتنزل تقع في الارض، لكن لو انت بتحذف حاجه تقيله هتنزل على طول في الارض. فدي مشكله النانو في الانهيليشن روت، ان هو حجمه صغير جدا، فبالتالي كفاءه قوه الانهيليشن عند البني ادم ما بتقدرش توصله لمكان ابعد من الزور، وبالتالي بيبقى واقف في الزور مع اول نفس خارج عشان هو خفيف ياخده معاه ويخرج. فكده ان الدوز حتى ما وصلتش عندي لاي مكان يقدر يحصل لها منه ابزوربشن وتدخل تعمل الافكت بتاعها حتى او تمشي في السيركيوليشن. طب احنا كده هنقف، يعني هي دي مشكله، هنقف يعني لحد كده ونقول خلاص كده، طب انا مش عارف اوصل المايكرو في نفس الوقت النانو مش لا هو الحل في النانو، والنانو لو مش هيدخل اللنج. طب كان ايه الحل بقى؟ الحل ان انا افكر في ديزاين مختلف اللي هو النانو كومبوزيت. النانو كومبوزيت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بالظبط كده بجيب النانو كارير اللي متحمل عليه الدراج بتاعي، تمام، وابدا اعمل له اديله كود خارجي من ماده انرت، يعني ملهاش اي ثيرابيوتيك اكتيفيتي. المواد دي غالبا بتبقى اللي هي بنسميها اكسبيانت او مكسبات الطعم، اخلطها معاها بنسب معينه، المواد دي لازم تبقى ووتر سوليبل، اخلطها معاها بنسب معينه وادخلها على جهاز السبري دراير، اعمل لها تجفيف بواسطه السبري دراير وليس الفريز دراير، لان انا عايزه البودره اللي تطلع لي عشان يحصل لها انهليشن تبقى بودره جافه وناعمه، تمام. الفريز دراير ما بيطلعليش البودره ناعمه، بيطلع البودره كده كلها لازقه في بعض، السبراي بيطلع البودره كده عامله زي الرمل، يعني مش كومباكت مع بعضها خلاص كده. فكده بيبقى وظيفه الاكسبيانت ده او او الماتريكس اللي انا بحطه جديد علشان يزود الحجم، بيبقى بيديله كده حجم مؤقت ان هو يبقى مايكرو سايز. انا بخدع الجهاز التنفسي، بديله خدعه كده بقول له يعني ايه ان ده في حجم المايكرو سايز، لكن وانس ان هو يدخل لي يوصل للديب لانج، ما هو الكبير بقى كبرته واخد النانو المايكرو، واخد النانو ونازل بقى في الديب لانج، وانس ان هو هيدخل
اللنج. هيحصل بقى هيلاقي بقى الانفايرومنت كله مليان بقى ميه في فيها نسبه رطوبه اللنج, بالتالي هيحصل ديكومبوزيشن للشيل اللي بره ويبدا بقى يطلع لي النانو كارير. فبالتالي هتيجي بقى اللنج عشان هي شايفه بقى ان في حاجه داخله لها هتروح تدافع, هتروح مش هتلاقي حاجه لان خلاص هيبقى الشيل اللي بره اللي هو مديله حجم المايكرو اتحلل بدا يطلع لي النانو. فاللي موجود النانو دلوقتي كده انا عملت حاجه زي كاموفلاج او خدعه لحد اللي بيها خليت النانو كارير يقدر يوصل للديب لونج. طيب انا هنا قلت التكنيك اللي بعتمد عليه في صناعه الدراي باودر بتاع الانهيليشن هو السبراي دراينج. السبراي دراينج ده فكرته بتعتمد ان انا ببقى مدوبه عندي الكومبوننت بتاع الفورمولا كلها في وجود الاكسبيانت كمان او السكند كارير اللي بي بي بيكبر لي الحجم بتاع النانو كارير بيديله ترانزينت مايكرو سايز, والاثنين بقى كل واحد يمشي عكس الثاني يجي يتقابلوا في النوزل عند النقطه دي كده, يبدا الهواء السخن يعمل لي يحصل له سبراينج فينشف لي ينشف لي الليكويد بتاعي ويحوله البودرة. البودرة دي كلها المفروض تتجمع لي في الكوليكتور. اي حاجة هتتجمع في اي حاجة غير الكوليكتور هيبقى فيها لسه نسبة رطوبة, مش هتبقى ناعمة قوي, مش هتبقى يعني ما ينفعش ان انا اقول ان انا استخدمها في الانهيليشن لانها هتبقى مرطبة, مش هتبقى فلوبل بالدرجة الكافية اللي هي تدخل جوه الديب لونج. طيب نقول بقى ازاي نحضر انهيلابل نانو كومبوزيت وايه البارامترز اللي اقدر اقدرها وبيها اقول ان كده دي خلاص دي فورمولا ايديال تنفع تبقى انهيليشن. اول ستيب انا قلت ان انا بحضر النانو بارتكلز بتاعي وبالتالي بقوم جايه حاطه معاه كل ده في ميه, حاطه معاه السكند كارير او الكارير اللي هو او الاكسبيانت او الكارير اللي هو المفروض هيديله حجم المايكرو, وبعدين ادخلهم على السبراي دراير. السبراي دراير بقى بعد كده المفروض هيطلع لي النانو كومبوزيت, هيطلع لي بشكل بودره. بعد كده ابدا اخد بقى البودره دي وابدا اعمل عليها الفول كاركترايزيشن بتاعي. طيب بعد ما بعمل قبل ما احول النانو للنانو كومبوزيت, قبل ما احول النانو كارير للنانو كومبوزيت لازم اقيس له السايز بتاعه عشان اعرف النانو سايز بتاعه قد ايه, علشان بعد كده هنحتاج الخطوه دي بعدين ان احنا لما نيجي بعد ما نعمل دي كومبوزيشن للشيل اللي هو مديله ترانزينت مايكرو سايز عايز اشوفه هل رجع تاني للنانو سايز بتاعه او لسه ما رجعش, عشان لو ما رجعش هيبقى كده عندي مشكله لازم ادور احلها ازاي. طيب دي لسه من الاكسبيانت او السكندري كارير اللي المفروض نستخدمها علشان تزود لي الحجم. الموست كومن بنستخدمه الشوجرز, واكتر حاجه بنستخدمها المانيتول. اللاكتوز والجلوكوز والتريهالوز مع السبراي دراير بيعملوا تلزيق جامد قوي لان هو بيبقى هواء سخن, هواء سخن قوي بيلزقوا بعض يعملوا كارملايزيشن. كارملايزيشن ده ممكن يسد لي النوزل بتاع الجهاز وياثر على كفاءته او ممكن يبوظ ما يقومش تاني خالص. يعني برده من ضمن الحاجات الكومنلي يوزد الليوسين والبيتا سايكلوديكسترين, دول اكتر حاجات ريبورتد ومستخدمه ومعمول عليهم ابحاث كتيره جدا. طيب ادخل بقى بعد كده على الكاركترايزيشن. اول حاجه بعملها في الكاركترايزيشن بشوف البيرسنتيلد او الريكفري طلع لي بودره قد ايه, عشان دي هتبقى كريتيكال ستيب ان انا من كميه البودره اللي طالعه لي او الانهيلابل باودر اللي طالع لي ده هرتب عليه بعد كده بقى الكاركترايزيشن بتاعي. هحسب منه اول حاجه الانترابمنت افشنسي قد ايه الفورمولا دي شايله دراج. طيب اليلد ده بحسبه ازاي؟ انا المفروض كميه البودر اللي بدخلها بيبقى بريشوز معينه, الدراج للكارير بيبقى نسبته 1:10 او 2:10,
كميه الدراج بتبقى اكتر، قصدي كميه الكارير لازم تبقى معديه كميه الدراج بكميه كبيره عشان يقدر يشيل. تاني حاجه بقى لما اجي احط الاكسبيانت او السكندري كارير، المفروض ان انا بحطه برضو بنسب، يعني اتليست يبقى من نسبه الكارير الاساسي اللي عندي النانو كارير بحط 2:1، يعني الاكسبيانت هيبقى 2 والكارير 1. ليه؟ علشان اتاكد ان الاكسبيانت اللي هيديله حجم المايكرو غلفه كله، يعني لو 1:1 هيبقى برضو فيه داوت مين مسك مين او مين حوط على مين. لكن 2:1 دي هيبقى مثلا هو لا الكتير هو اللي هيحوط على الصغير. وراعي برضو في النسب دي ان انا كميه الدراج تبقى متناسبه مع كميه البودره اللي بحطها، لان انا الانهيلابل اللي انا كومبوزيت دي بيبقى عندي كميه بودره كتير انرت ملهاش اي ثيرابيوتيك اكتيفيتي، فانا اراعي برضو كميه الدراج اللي بحطها عشان ما اجيش في الاخر بديله دوز يبقى كلها حاجات ما فيهاش ميديكيشن. فلازم اراعي النسب وانا بعملها علشان خاطر لما اجي ياخد الدوز يبقى الدوز افكتيف. فبحسب البيرسنت ييلد اللي هو الاكتوال ويت اللي طلع لي، الويت انا البودره اللي طالعه لي وزنتها ده هيبقى الاكتوال ويت على الثيوريتيكال ويت. الثيوريتيكال ويت اللي هو الويت اللي انا اوريدي انا داخل بيه كله، يعني انا مثلا حاطه جرام نانو كارير وحاطة 2 جرام اكسبيانت، يعني انا كده عندي 3 جرام، وحاطة مثلا نص جرام دراج مثلا، يعني يبقى انا كده المفروض الثيوريتيكال يطلع لي 3.5، بس في الغالب مش هيطلع 3.5 لان مع التجفيف وكده لازم يحصل لوس، ولوس بيبقى كبير كمان يعني، وعلى قد اللوس اللي بيبقى موجود في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفورمولا كلها بيحصل معاه لوس في الدراج. يعني انا مثلا لو حاطه نص جرام مع جرام كارير، نص جرام دراج مع جرام كارير مع 2 جرام اكسبيانت، يبقى انا مثلا المفروض انا بقول هيطلع لي 3.5 جرام، لا انا مثلا طلع لي 3 جرام ما طلعليش 3.5 جرام، فانا المفروض انا عارفه ان ال 3.5 جرام دول فيهم نص جرام دراج، لا يبقى انا كده عندي انا طلع لي 3 جرام، يبقى انا اقول المفروض هيبقى فيهم بقى قد ايه دراج، وعلى هذا الاساس ابدا هتعامل ان انا كميه الدراج عندي بقى مش هتبقى نص جرام، هتبقى حاجه تانية. بعد كده بقى بعد ما حسبت البيرسنت ييلد ابدا ادخل احسب الانترابمنت افشنسي. الانترابمنت افشنسي اللي هو بشوف قد ايه كميه دراج موجوده عندي في الـ في الـ في الـ في الفورمولا دي، لان الـ دي بتبقى حاجه كريتيكال ان انا بحسب على اساسها بعد كده الدوز اللي المريض هياخدها، بقدر احسب منها البيرسنت ريليز. في خطوات كاركترايزيشن ثانيه هتتحسب عن طريق كميه الدراج الموجوده. طيب الانترابمنت افشنسي دي بتتحسب عباره عن ايه؟ الماس اوف دراج النانو بارتكلز على الماس اوف دراج يوزد ان فورميليشن. يعني انا بحسبها اللي هي بجيب الاول بوزن وزنه معينه من الفورمولا اللي طالعه لي من البودر اللي طالع لي وادوره في سولفنت، تمام، واطحنه كويس جدا بالسونيكيتور علشان يبدا يطلع لي كل الدراج اللي هو متكبسل جواه. انا عايزه اطلع الدراج فري عشان اقدر اقدره، ولازم يبقى الدراج يبقى له ميثود اوف اسي. ما ينفعش ان انا اشتغل على دراج ما اعرفش اعمل له اسي، لازم يبقى له ميثود اوف اسي، سواء يو في سواء اتش بي ال سي سواء ال سي ام اس، او لو هو انزيم اعمل له الانزيم اكتيفيتي، او لو هو بروتين اعمل له البروتين كونتنت، لازم يبقى في ميثود اوف اسي علشان اقدر بعد كده اعمل منه كاليبريشن كيرف، ومن الكاليبريشن كيرف ده بقى اقدر احسب اي انون كونسنتريشن يطلع لي. غير كده هيبقى صعب ان انا اقدر اتعامل مع دراج او ماده ليها ثيرابيوتيك اكتيفيتي وملهاش اي ميثود اوف اسي، مش هينفع. طيب بعد كده بدخل بقى بعمل حاجه اسمها المورفولوجيكال كاركترايزيشن، دي بعملها بالسكاننج الكترون مايكروسكوب.
المورفولوجيكال كاركترايزيشن زي ما احنا شايفين هنا صور السم بتطلع لي اهو اللي احنا شايفينه الجزيئات دي عباره عن اللي هي النانو كومبوزيت والحاجات الصغيره دي اللي هي النانو كارير اللي جواها دي هي النانو كارير. لو انتم شايفين التجويفات اللي موجوده في البارتكلز دي هي اللي بتبقى جواها النانو كارير. وفي احيانا بقى بتبقى جوه الكارير المنفوخ ده بيبقى فيه جواه كمان شايل نانو كارير جواه. بيبقى فيه احيانا في الصور يعني اللي حظه حلو بقى يطلع له في الصور واحده كده زي مفتوحه وطالع منها بارتكلز صغيره. طيب بعد كده بقى ادخل ان انا بقيس السايز. السايز ميجرمنت ده بقيس الماكرو سايز. الماكرو سايز ده بقيسه بجهاز الليزر ديفراكشن. ده انا بقيسه عشان بستخدمه في حسابات تانية بعد كده. بعد كده اقيس بقى باخد البارتكلز الباودر اللي طالع لي باخده واعمل له ريكونستيتيوشن في الميه. ليه بعمل له ريكونستيتيوشن في الميه؟ نسيت اقول لكم ان في قياس السايز ده انا مش بدوب البارتكلز، انا بخليها كده حاجه سسبندد كولويدال، بدوبها بحطها في حاجه مش بتدوب البارتكلز. يعني مثلا ادوبه مثلا في ايثانول لو هو كارير مثلا ووتر سيلبل، ادوبه في ايثانول، ادوبه في ايزوبروبانول، حاجه ما تبقاش مدوباه. لكن هنا لازم ادوب في ميه، في النقطه دي لازم ادوب في ميه عشان انا عايزه اشوف هل انا بعد ما بعمل له ريكونستيتيوشن اللي بيحصل عندي هنا ان بيرجع تاني للنانو سايز بتاعه اللي انا كنت قايساه ولا لا. لان لو ما رجعش للنانو سايز فدي بتبقى مشكله، بتبقى مشكله كبيره عندي. لازم ارجع ادور المشكله دي حلها ايه، لان هي التركه كلها ان هو يوصل في حجم المايكرو ويبدا الشيل اللي بره ده اول ما يقابل اي هيوميد اريا يبدا يتحلل ويطلع لي النانو. ومش شرط على فكره يبقى نفس النانو سايز بالرقم، يعني ممكن يبقى ازيد منه 20 30 40 50 مايكرو، لان السبراي دراينج اصلا بيعمل اجريجيشن للبارتكلز وبيزود الحجم اصلا بتاع البارتكلز. فبالتالي يعني ممكن ما يرجعليش بنفس الحجم قوي، هيبقى ممكن اكبر سنه يعني، بس ما ينفعش مثلا يبقى اكبر مرتين مثلا، هيبقى صعب يعني. طيب ندخل بقى على البارامترز بقى المهمه في تحديد هل انا عندي الفورمولا دي اوبتيمم ولا مش اوبتيمم. اول حاجه بشوف حاجه اسمها بعمل تيست الفلوابيليتي. تمام، الفلوابيليتي ده بقيسه بحاجه اسمها كارز اندكس او معامل كارز. كارز ده انا اول حاجه بعمل ايه، باخد كده كميه من البودر اللي طالع لي، باخد كميه كبيره يعني حاجه كده، او ممكن اخده كله مفيش مشكله، واوزنه اشوفه قد ايه، وبعد كده اصبه في سلندر، سلندر ميجرد اللي هو من سلندر بتاع الميه، واشوف الفوليوم بتاع الويت اللي انا صبيته ده جوه السلندر قد ايه. خلاص كده بعد كده احسب الدنستي بتاعت الخطوه دي بسميها بالك دينستي او بورد دينستي، يعني الباودر صبيته خدت الفوليوم وانا اصلا معايا الويت. الدينستي بتبقى الفوليوم على الويت. خلاص، ودي بديها اسم بورد او بالك دينستي. بعد كده باخد نفس السلندر ده كده بنفس كل حاجه فيه وادخله على جهاز اسمه تاب دينستي تيستر. الجهاز ده بالظبط كده انت لما تبقى ماسك سلندر وتفضل تهز وفي باودر وتفضل تهز فيها يحصل ريارنجمنت للبارتكلز. هتبدا بعد كده ايه البارتكلز تبقى تتلم شويه مع بعضها وتنزاح والفوليوم بتاعها يقل. بالظبط كده بالظبط هو ده اللي بيحصل. الجهاز ده بيفضل يهز السلندر فتره كده معينه يعمل ري ارنجمنت للبارتكلز، ابدا الاقي الفوليوم قل. فبقى كده عندي فوليوم جديد بس بنفس الحجم. احسب الدنستي بقى بتاع الفوليوم ده هيبقى اسمها تاب دنستي.
خلاص يبقى انا كده عندي بالك او فوليوم دينستي وتاب دينستي. الكارز اندكس بقى بيتحسب من خلال ايه؟ انا بطرح التاب دينستي من البورد دينستي واقسمها على التاب دينستي واضرب في 100 هيطلع لي نسبه. النسبه دي برجع كده الاندكس عندي تمام واشوف لو النسبه دي طلعت اقل من 10% يبقى انا كده عندي الباودر ده الفلويبيليتي بتاعته اكسلنت، حاجه عظيمه جدا مفيش بعد كده. لو هي من 11 ل 15 فده جود حلو، من 16 ل 20 يعني نمشيها، 21 ل 25 نعدي مش هنقف عليها يعني، من 26 بقى ل 31 ابدا هنا يبقى عندي لا العمليه ابدا يبقى لا يعني اراجع نفسي. من 26 بقى وانت طالع لا ابدا ان انا اوقف كده اشوف هل يعني اقعد افكر الفورمولا لا يبقى كده هي الفلو بتاعها مش كويسه، ابدا ادور على حاجه تحسن لي الفلو بروبرتي، احط حاجه مع الـ بس ما كملش بقى بعد كده، لان كون ان الفلو بروبرتي بتاعها قليله او ضعيفه يبقى هي اصلا مش هتعرف توصل للدي، مش هتطلع من الجهاز بتاع الانهيليشن وبعد كده توصل للديب لونج، فكده انا بضيع في وقتي. فابدا ان انا ارجع تاني احط ماده على الفورمولا تحسن لي الفلويبيليتي. من 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 اكتر الحاجات بقى اللي بتحسن الفلويبيليتي جدا 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 اليوسين او الايزوليوسين، دول بحطهم بنسبه مع بس ما من يعني بحطهم بنسبه مع الكارير اللي هو السكندري كارير، يعني نسبته ما تتعداش ال 30% من نسبه السكندري كارير. يعني ببدا بنسب كده اجرب نسب 10 20 ما زودش عن 30، وغالبا يعني الفلويبيليتي بتتحسن بتتنقل لحته ثانيه خالص، بنلاقي الكارز اندكس ده مثلا لو مثلا اربعينات وكده لا نلاقيه دخل في العشرينات وممكن كمان يوصل لحاجه اكسلنت يعني. طيب الشكل ده بقى المفروض انا عندي البودر لو هو خلاص الكارز اندكس او الفلو بروبرتي بتاعته كويسه اقدر ان انا اكمل اللي بعد كده. المفروض ان ده شكل الكبسولات اللي هي اسمها اتش بي ام سي كبسول، ده اختصار هيدروكسي بروبايل ميسان سيلولوز كبسول تمام كده. الكبسولات دي من المميزات بتاعها ان هي ناشفه، ما ينفعش استخدم كبسولات طريه او هار او او, أو السوفت جيلاتين، لان السوفت جيلاتين ما بتتكسرش يعني اما تضغط عليها بتاخد شكل ايدك وترجع عمرها ما هتتكسر. لكن الكبسولات ال اتش بي ام سي كبسول او الهارد جيلاتين دي كبسولات بتتكسر. ليه انا عايزاها تتكسر؟ لان زي ما انتم شايفين جهاز الايرولايزر او الايفو هيلر ده المفروض الكبسوله دي انا بعبي فيها الدوز بتاعتي، بملاها بالدوز بتاعتي اللي انا عايزاها، واحطها في الحته دي في الجهاز وابدا ان انا اقفل الجهاز واضغط من الحتتين دول على بجنبين الكبسوله. الحتتين دول فيهم دبابيس لما بتدخل في الجناب بتاع الكبسوله تبدا تخرمهم، ومن الماوس بيس بقى ده المريض يقدر ياخد الدوز بتاعته. طب ده انا بعمل فيه ايه؟ ده انا هحتاجه في الخطوه اللي بعد كده ان انا عايز اشوف الايريسول بيرفورمانس. بحسب حاجه اسمها الايروديناميك دايامتر، ده اللي اتكلمت فيه في الاول وقلت ان البارتكلز اللي هيحصل لها كليرنس بالميوكوسيلياري كليرنس او الابر ريسبيراتوري تراكت بارت دي، البارتكلز اللي الايروديناميك دايامتر بتاعها هيبقى اكبر من 6 مايكرومتر، الاقل من 6 ده هيدخل الديب لانج. فبالتالي انا اراعي وانا بحضر الانهيلابل باودر بتاعي ان لازم الايروديناميك دايامتر بتاعي ما يعديش 6، بيبقى من 1 ل 6 يعني، هما مخلينا واحد كده مجازا يعني، هما بيقولوا المفروض تبقى من 2 بس يعني 1 بتعدي يعني ما فيش مشكله. طيب اقل من 1 لا اقل من 1 ده انت دخلت فرنج النانو اللي هو الخفيف اللي هو اصلا مش هيدخل الديب لانج، مش هيعدي، هيقف وبعد كده هيطلع تاني مع اول نفس. طيب
الاكبر الاقل من 6 يا ربي، او يا ربي الاكبر من 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 6، لا الاكبر من 6 ده اصلا هيبقى حجمه كبير، هيحصل له انفكشن في الزور، مش هيدخل اصلا على الريتراكت، بالتالي مش هيدخل، مش هيوصل للديب لانج. فانا اراعي ان الايروديناميك دايامتر ده دي حاجه كريتيكال جدا، زي الفلوبريتي كده في تحضيره الانهيلابل نانو فورميليشن. طب ده بيتحسب ازاي؟ بيتحسب الدي دي اللي هي المفروض القياس اللي احنا كنا قايسينه بجهاز الليزر ديفراكشن اللي انا قلت لكم هنقيسه ونسيبه هنحتاجه بعدين في قياس الايروديناميك دايامتر. باخد الرقم ده وبضربه في الجذر التربيعي للتاب دينستي اللي انا كنت حاسباها، التاب دينستي اللي انا كنت حاسباها وحسبت بيها الكارز اندكس على الدينستي بتاع السفيريكال بارتكلز دي بتبقى 1. خلاص المفروض بقى الرقم اللي يطلع لي يبقى فرنج من 1 لـ6، لا يقل ولا يزيد. قال لي يبقى انا كده لا خلاص مش نافع، زاد يبقى لا لازم برضو ارجع اتصرف اشوف اي حاجه، العب في بي اتش، العب في اي حاجه تقدر ان هي تغير لي تقلل لي الصيف. طيب الخطوه اللي بعد كده في اي حاجه؟ في اي حاجه؟ كل شيء تمام دكتوره اتفضلي. طيب بعد كده بدخل على حاجه اسمها الانفيترو ايريسول ديبوزيشن. ده ليه بعمل ده؟ انا عايز اشوف بقى انفيترو تيست ياكد لي هل انا كده الفورمولا دي بعد ما عملت كاركترايزيشن وشفت الفلوبرابيلتي وشفت الايروديناميك دايامتر وما عملت لها ريكون انستتيوشن رجعت للنانو سايز بتاعها، طب لحد كده كله تمام. انا بقى عايزه اشوف هل انا بكل الحاجات دي، هي كل خطوه بتجر الثانيه، ما ينفعش ادخل اللي انا بقوله ده دي خطوات بنمشيها كده ايه سيريال ورا بعض، عشان كل خطوه هي اللي بتجيب الثانيه وراها. لو في خطوه من دول لا يعني ما طلعتش حاجه اوبتيمم، بوقف وارجع احل الموضوع من الاول وارجع اكمل ثاني. طيب الانفيترو ايرسل ديبوزيشن ده بيتعامل بجهاز اسمه توين ستيج امبنجر، وده شكل الجهاز ده بالظبط كده بيمثل لي الـ من اول الماوس، الجزء اللي فوق ده من اول الماوس والتراكيا والديب لونج. حتى هنا هتحسوا ان هو واخد الكيرف كده بتاعت النزلة بتاعت اللونج، ودي بتبقى الابر ريسبيراتوري تراكت بسميها ستيج 1 والديب لونج بسميها ستيج 2. كل ستيج من دي بحط فيها سولفنت يدوب لي الفورمولا بتاعتي، والكبسوله اللي هي اللي انا كانت في السلايد اللي قبل كده اللي هي دي المفروض ان انا ببقى حاطه فيها وزن معلومه. الكبسوله دي اصلا ما بتاخدش اكتر من 30 مللي جرام، 30 مللي جرام دول المفروض انا محدده الدراج كونتنت وعارفه قبل كده الكونتنت عندي قد ايه. خلاص فانا ببدا احطها بقى في الايرولايزر، ابدا احطه في الايرولايزر واحط بقى اركب الايرولايزر في الجزء ده اللي هو بيبقى كان هو ده الماوس بارت او الماوس بيس. خلاص والجهاز اصلا بيبقى متوصل ببامب، البامب دي بتبقى ديزايند ان هي انا اول ما اشغلها يبدا يسحب منه من الـ من الـ من الـ من الايرولايزر ده كانه بالظبط شهيق، كانه واحد بيتنفس بياخد نفس عميق. خلاص هيبدا البودر يتسحب من لان الجوانب بتاع الكبسوله المفروض انها متخرمه. الناس اللي هي المفروض بتاخد ادويه ازمه وكده يعني ربنا يشفيها هتبقى عارفه او متخيله انا بقول ايه، يعني عارفه مجربه الحاجه دي قبل كده، فبتبقى الجوانب بتاعها متخرمه فالبودره بتتشفط. بس هل كده ممكن البودره كلها؟ لا ممكن مش كلها تتشفط، ممكن يعني يتفضل حبه صغيرين جدا جوه الكبسوله، الحبه دول مثلا حصل لهم اجريجيشن، كانت اصلا البارتكلز بتاعهم كانت كبيره فما ما اتسحبوش. خلاص وابدا انا بعد كده بقى افك كل جزء لوحده وابدا اخد جزء جزء كده بالليكويد اللي جواه، المفروض الليكويد ده مدوب لي الفورمولا بتاعتي،
وابدا اعمل بقى اشوف الدراج كونتنت قد ايه. من الدراج كونتنت هحسب كل بارت بالظبط وصل فيه قد ايه. طبعا النجاح عندي ان البارت ده هو اللي يوصل فيه اللي هو الستيج 2 او الديب لانج هو اللي يوصل فيه اكبر كمية. تمام كده. طيب ده بقى الكاسكيد امباكتور. الكاسكيد امباكتور ده المفروض هو النيو فيرجن من التوين ستيج امبنجر. ده بيبقى عبارة كده عن مصافي. المصافي دي بدل انا ما الاولاني كنت بحط ليكويد يدوب لي، لا ده هي المفروض عاملة زي مصافي كده. كل كم مصفى بيعبروا عن اريا معينة لللونج. الثلاثة الاولانيين مثلا الماوس، الثلاثة التانيين الابر ريسبيراتوري تراكت، الثلاثة الاخرانيين ده الديب لونج. وابدأ اجمع انا بعد كده كل مجموعة واوزن بقى البودر اللي نزل لي بدل ما يبقى دايب وبتاع. فده المفروض ده ده ده, ده الحديث يعني ده الاحدث من الـ من الـ من التوين ستيج امبنجر. طيب انا المفروض انا لما باجي هدي جرعة انهيليشن، لو انا بني ادم انا هيبقى فاهمني وهيعرف يسحب الدوز. طب لو انا مثلا بعمل سيرش وعايزه ان انا اجرب الجرعات بتاعتي دي على فران، عايزه مثلا اشوف هل بعالج حاجه مثلا في اللونج، بعالج ازمه، بعالج تي بي، طب انا عايزه اعرف انا بقى لما هاجي هدي الفار الجرعه انا مش هينفع اقول للفار اشفط الجرعه، يعني هيبقى صعب. فده بيتم عن طريق جهاز اسمه الانسوفوليتور. الانسوفوليتور زي ما احنا شايفين بالظبط شكله زي الحقنه، بس فيما عدا ان السن بتاعه مش مدبب قوي زي الحقنه. بقدر اعبي الدوز بتاعتي اللي انا عايزاها، وطبعا الفار بيبقى اندر انستيزيا، افتح بقه ونشن البارت ده على الفتحه بتاعت التراكيا وابدا ان انا ادي الدوز بتاعتي. خلاص كده. في حالات بقى ببقى عايزه احيانا اشوف قد ايه وصل للديب لانج مثلا لو انا بحقن ان فيفو، او قصدي لو انا بشتغل ان فيفو او كده. في الحالات دي ممكن ان انا اعمل ليبلنج للدوزج فورم بتاعي وابدا اعمل تراكنج بقى للليبل دي في الفار، اشوفها مثلا بجهاز الفوتون ايمجر، او ان انا اعزل الاورجن، اموت الفار او الانيمال واعزل الاورجن وابدا اعمل اقدر قد ايه من الضاي دي دخلت اللنج. وبكده اقدر اعرف هل انا كميه كبيره عندي دخلت الديب لنج ولا لا. طيب بعد كده بقى بدخل في حاجه بعمل انفيترو ريليز، عايزه اعرف هل انا عندي الدراج اللي متحمل في النانو كومبوزيت، هل هو سستيند ريليز ولا كله بيطلع مره واحده. والله انا طبعا يلزمني ان هو يبقى سستيند ريليز. لو انا هسيبه يدخل السيركيوليشن ويبدا ان هو يروح مكان تاني غير اللونج، لكن لو انا بعالج حاجه في اللونج لو هو مش سستند ريليز خلاص ما فيش مشكله، لان هو داخل اصلا على التارجت اورجن مش هيحصل اي لوس. الكونكلوجن كده اقدر اقول ان اللونج فيري بروميسنج تارجت ايذر فور لوكال اور سيستميك ثيرابيز owing to its large surface area lower metabolic activity and the fact that it avoids first-pass metabolism. The main obstacles facing the development of successful pulmonary drug delivery are pulmonary clearance mechanism. الثلاثة ميكانيزم اللي قلناهم قبل كده اللي هم pulmonary clearance والrapid systemic absorption والmetabolic degradation. To circumvent these obstacles, particulate bus pulmonary system were developed based on the use of different carriers to enhance the drug availability and therapeutic effectiveness, the deep lung. Excipients used in different concentration for preparation of nanocomposites while the amino acid L-leucine was used as dispersibility enhancer for improving powder flowability. Spray dried nanocomposites should have mass median aerodynamic diameter in the range of 2 to 5 micrometer. That is suitable for pulmonary administration.
The good aerosolization properties for the prepared nanocomposites evidenced by high value of percent respirable fraction, fine fraction revealed an efficient lung deposition. Morphological analysis for the spray-dried nanocomposites showed that the particles exhibited a spherical regular shape with some degree of surface roughness, with the size was in accordance with result obtained by result deflection. طيب انا هنا عندي في تو برودكتس اتعملوا انسولين انهيليشن. كان واحد منهم اسمه اكسوبيرا, وده كان نتيجه تعاون بين افنتس وفايزر. ده كان بيعالج التايب 1 والتايب 2 دايابيتس. هو قعد سنه وما حققش النجاح المتوقع, رغم ان مثلا اللي يشوف مثلا يقول ده يعني هيتغلب على مشاكل كتير, ده هيبقى بديل للانسولين انجكشن, بس هو بصراحه يعني ما لقاش اقبال. السبب يعني الى الان ما حدش عارف يعني, واتسحب بعد سنه وما حققش نجاح كبير. برضو في انسولين اسمه ايه ده, انسولين انجليشن, واخد اف دي اي ابروفال من سنين, بس الى الان برضو اسمه افريزا, ده برضو تبع شركه افنتس, برضو الى الان ما نزلش السوق. السبب برضو ما حدش عارف, بس الاعتقاد ان الحاجات دي بتبقى لاسباب اقتصاديه, لان مثلا حاجات زي دي يعني انا مثلا لما انزل برودكت زي ده كده انا هغطي على شركات كبيره جدا اللاين بتاعها, بس في انتاج الانسولين بيكسبها ملايين. في نفس الوقت يعني انا مثلا هل انا ممكن ده يغنيني؟ الخطوط دي المفروض هتتقفل لان ما عادش هيبقى في اقبال عليها, بس هل ده هيغنيني عن ان انا يبقى عندي انسولين انجكشن او اي دوزج فورم ثانيه؟ لا, لان الناس اللي بتدخل في حالات الديابيتك الديابيتك كوما انا مش هقدر اديها جرعه انهيليشن, لازم هستنى يعني هتتلحق بقى باي روت اوف ادمنستريشن ثاني, وخصوصا هيبقى الانجكشن. لكن هنا بقى السبب ان الحاجات دي ما اتطرحتش وما لقتش نجاح يعني الى الان ما حدش عنده علم, يعني ربنا لوحده هو اللي عنده العلم. ثانك يو. دكتور احمد, دكتور احمد. نعم دكتورة منى, شكرا جزيلا. سامعني؟ سامعك سامعك, شكرا جزيلا. انا كده خلصت. شكرا. في اي استفسار؟ يلا شكرا جزيلا للاخت الدكتوره منى على هذه المحاضره القيمه, واتمنى لك التوفيق, وان شاء الله نفتح باب التعاون في هذا المجال للمختصين من كليتنا. الحقيقه الان بعد هذا العرض الرائع للمحاضره, أرجو من الأخوان من يرغب بالسؤال أو الاستفسار أو الإضافة أن مجرد يرفع إيده رئيس هاند حتى يكون عندي علم حتى أنطي الفرصة. إلا أن نشوف أحد الحاضرين بالسؤال. إذا تسمعيني دكتورة, تسمعيني صوتي واضح؟ أيوة سمع حضرتك يا دكتور, سمع حضرتك. أنا الحقيقة عندي بعض الاستفهامات, يعني أكو معلومات أرد أستنير من جنابك بها. اتفضل يا دكتور اتفضل. مثلا احنا عندنا مثلا in case of metal matrix nanocomposites, أوه.
How we can control the size of the particle to make significant changes in the properties. يعني هذا واحد من المواضيع اللي حبيت أن يعني استنير بجنابك بها. احنا مثل ما نعرف انه اكو ما يسمى بالاجلوميريشن يحصل اثناء التحضير. زين احنا شلون نقدر how we can prevent that؟ يعني هي البارتكلز اللي انتم بتحضروها بيحصل لها اجلوميريشن صح كده؟ نعم اثناء التحضير. طيب هل مثلا انتوا مشيتوا على ريفرنس معين ولا الطريقه دي اصلا الطريقه دي سبيسيفيك للمعمل بتاعكم انتوا اللي عاملينها؟ هل في ريفرنس مثلا للطريقه دي؟ اي نعم هو اكيد اكو في ريفرنس لكنه وحده من الاشياء مرات يصير تكنيكال ايرور يعني بالبروسيدر وتحصل عندنا هذه الحاله فاحنا نحاول انه نشوف لنا في الطريقه حتى نمنع يعني هذا او نكسر هذا الـ كل ما تيجوا تقيسوا السايز كل ما تيجوا تقيسوا السايز مثلا تلاقوه كبر عن المره اللي فاتت يعني انا كده فاهمه صح؟ اي نعم. طيب يعني انتوا بتحضروا الفورمولا صح كده وتقيسوا السايز مثلا اول ما تتحضر تسيبوها شويه تيجي تقيسوه تاني تلاقوا السايز كبر؟ اي فنشوف ولا مثل... الفورمولا نفسها بتتحضر كل مرة بسايز مختلف؟ بالضبط يعني مثلا مرات أثناء التحضير نشوفه يكبر وبعض الأحيان من نحضره أكثر من مرة نشوف أحجام مختلفة. والله يا دكتور هو ممكن يبقى إحنا برضو بنواجه أحيانا حاجة زي كده بس ممكن بيبقى ده مثلا لو أنت مثبت الجهاز اللي بتقيس عليه هل ده متاح نفس الجهاز اللي قست عليه المرة الأولى هو نفس الجهاز اللي قست عليه المرة الثانية؟ ده اختلاف نوع الجهاز بيغير كومبليتلي في الـ في الـ في الاحجام بتاع البارتكلز ودي احنا جربناها او يعني مش عايزه اقول لك ان اختلاف السورس بتاع الميه اللي انت بتستخدمه ممكن نفسه يكون بيعمل لك كده الغريب يعني زي او ممكن اختلاف الكيميكلز اللي انت بتستخدمها ممكن كيميكلز بتبقى البيوريتي بتاعها عاليه قوي تطلع لك الحاجه على المسطره تيجي مثلا حاجة تانية مثلا عندك حاجة خلصت جبت حاجة تانية الكفاءة بتاعها مش عالية قوي تلاقي لا النتائج بتاعتها مختلفة فدي كل دي بارامترز اصلا بتأثر في اللي حضرتك بتقوله الجهاز اللي مثلا وانت بتحضر يعني كل خطوة عملتوها بالظبط بالظبط اكتبوها لان اما بتيجي تحضر لو مثلا يعني قلبته مثلا مره قلبته 10 دقائق مره تانية قلبته 5 دقائق دي ممكن يعني حاجه زي دي ممكن فعلا تفرق لكم فكل خطوه مشيتوها بالظبط تتكتب ممكن مرات مثلا نستخدم الالتراسونيك فايبريشن للتخلص من هذه المشكله ممكن ممكن عادي وممكن تبقوا مثلا تعملوا دايليوشن اكتر بالميه يعني خففوا اكتر من الميه اوكي ممكن تبقى فعلا السوليوشن تقيل شويه اخوان وثبتوا الفوليوم اللي بتاخدوه تقيسوه اوكي 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 اخوان اللي عنده سؤال يرفع ايده رجاء انا راح اكمل ملاحظاتي وحتى بعد هذا عذرا دكتوره عندي ملاحظه انه جنابك انه تكلمتي عن السبراي او انهالابل نانو بارتيكلز يعني بس هنا عندي سؤال هل هنالك خصوصيه للنانو بارتيكلز اللي تستخدم كسبراي عن تلك اللي نستخدمها عن طريق الفم او عن طريق العضل او عن طريق الدم بمعنى انه هل هنالك مواصفات خاصه للسبراي نانو كومبوزيت او نانو بارتيكلز ايوه يا دكتور انا قلت ان هي بتبقى لازم انا عايزه النانو كومبوزيت دي بتبقى عباره عن ايه هي نانو كارير عاديه خالص محملها على محمله معاها الدراج بتاعها خلاص بس انا عشان اخدها عن طريق السبراي كنانو كارير لا مش هتنفع لانها خفيفه حتى ضربت مثال ساعتها قلت لو انت واقف في بلكونه وفي ايدك ورقه او حاجه خفيفه وبتحذفها الورقه مش هتنزل في الارض هتطير
انها خفيفه، لكن لو معاك مثلا حاجه تقيله مسمار اي مشبك اي حاجه هيقع على الارض لان حجمه تقيل. ده بالظبط وضع النانو بارتكلز لما يجي يحصل لها انهيليشن، هتفضل قوه النفس مش كافي بالدرجه اللي تخليها توصل للديب لونج. انا عايزه الانهيليشن تدخل جوه اللونج، ما تفضلش في البق وما تفضلش في الزور ما تفضلش في الابر ريسبيراتوري تراكت، لا ده انا عايزاها النجاح بتاعها انها توصل تدخل جوه اللوبس بتاع اللونج شخصيا، فده بسميه الديب لونج. فعشان تقدر توصل للديب لونج انا محتاجه اعمل تركه كده ان انا احولها من نانو المايكرو، بس ده يبقى مؤقت يعديها بس كده الرحله الطويله دي، وانس انها تدخل اللونج يحصل ديكومبوزيشن للشيل اللي انا مديه لها بره وترجع تاني للنانو. لان لو هي دخلت وفضلت مايكرو جوه اللونج، اللونج هتعمل لها كليرنس بالالفيولار ماكروفاج، هيتعرف عليها كجسم غريب. لكن السنسور بتاع الالفيولار ماكروفاج ما بيجيبش الحجم بتاع النانو، فهتفضل وتعمل الافكت بتاعها مش هيحصل لها كليرنس. وصلت يا دكتور؟ نعم شكرا جزيلا، شكرا بارك الله فيك. لكن اي دوز جنانو اقدر اخدها حقن، اقدر اخدها اي في، اقدر اخدها اورال، فيش فيها مشكله. لكن نانو كده بحجم نانو انهيليشن لا ما ينفعش، لازم ان انا احوله لنانو كومبوزيت اللي هو بيبقى واخد شيل من بره ووتر سوليبل عشان يحصل له ديجراديشن على طول اول ما يدخل اللنج، بس عشان كده بنسميها نانو كومبوزيت. اوكي شكرا جزيلا، شكرا بارك الله فيك. اخوان اذا اكو سؤال ممكن انه اللي يحب يسال يرفع ايده، بس مجرد يضغط على رئيس هاند حتى يسأل، والدكتورة حاضرة إن شاء الله للإجابة. أو يكتب بالشات إذا يقدر. أوكي إذا ما في سؤال أو ما في استفسار، إحنا حقيقة لا يسعنا في ختام هذه المحاضرة إلا أن نقدم جزيل شكرنا وامتناننا إلى أختنا العزيزة الدكتورة منى على هذه المحاضرة القيمة الحديثة، وأتمنى لها كل التوفيق والنجاح في مسيرتها، وإن شاء الله راح يكون لقائنا في يوم بعد غد الخميس في نفس التوقيت لغرض الاستنارة من الدكتور سالم في محاضرته عن جزء آخر من النانو بارتيكلز. شكرا جزيلا والى اللقاء مع تحياتنا. اكو سؤال بالشات دكتور؟ نعم بالشات في سؤال. نعم دكتور اتفضل. السؤال هو كيف يمكن التخلص من بقايا الدواء في الجسم بعد اعطائه عن طريق الاستنشاق، يعني يقصد الهالف لايف مالته. لا ما هو اصلا هو الدراج هيدخل في جزء منه هيشتغل لوكال وجزء منه هيمشي في السيركيوليشن عادي. ما انا بدي دوز على قد الافكت بتاعي، انا حاسبه الدوز وعارفه ان الدوز اللي انا بديها دي المفروض ان هي اللي هتدخل تعمل افكت، فالمفروض الدوز هتدخل جزء منها هيشتغل لوكال وجزء هيمشي في السيركيوليشن. وعادي الدراج بقى هيمشي في الجسم، هيحصل له ميتابوليزم زي بقيه زي اي حاجه بتدخل الجسم. بس يعني اعتقد دكتوره منى اعتقد انه قصده هل تبقى بقايا من هذا الدواء ام لا؟ بقايا لا، ما هو الدراج نفسه هو المفروض لو هو بيحصل له اكيميليشن في الجسم دي حاجه تانية، دي على حسب نوعيه الدراج. لو هو الدراج اصلا بيحصل له اكيموليشن في الجسم دي حاجه ثانيه، لكن هو احنا عارفين ان معظم الدراجز بتنزل من خلال الفضلات اللي بتنزل في الجسم، او مثلا ده لو هي في بقايا. بقيه الدراجز عامه بتدخل بقى تشتغل تعمل الافكت بتاعها وخلاص. وهو لو في اصلا حاجه اصلا ما دخلتش اللنج، ده لو انت تقصد كده، فكده المفروض الحاجات دي بتبقى موجوده في الماوس وبتبقى موجوده في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الزور، فبتتبلع بتنزل بقى الاستومك وتتبلع. ده لو انت قصدك كده ان مثلا البقايا اللي هي ما دخلتش اللنج ده، لو حضرتك تقصد كده.
اوكي تسمعيني دكتورة؟ اسمعك. اوكي اخوان، اذا ما في سؤال، اذا ما في سؤال يعني الحقيقة نشكر الدكتورة ومتفضلة اليوم، اسعدتنا بوجودها ونورتنا بمعلومات ممتازة، وان شاء الله راح نعمل فد قناة تواصل مع الدكتورة ربما انه نبعث الدراسات العليا حتى يكملون جزء من مشاريع بحوثهم يم الدكتورة. ونعم دكتور، اكو سؤال حسن رافع ايده، تفضل ريبوار. حسن تفضل، ممكن ان تعمل ميوت وتسال ريبوار. تفضل عين ريبوار، تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا دكتورة، بس عندي سؤال بالنسبة للمادة المصنوعة من نانوبارتيكل. ممكن تعلي صوتك، أنا مش سامع، علي صوتك شوية. أقول بالنسبة للمادة المصنوعة منه النانو بارتيكل، ما هي مواصفات هذه المادة؟ يعني من حيث السمية؟ والله أي مادة، مش شرط. في مثلا أنا غالبا أنا كواحدة في شغلي أنا بفضل الناتشرال، الحاجات الناتشرال، فبالتالي اي ماده انا اقدر ان انا اصنع منها نانو كارير عادي استخدمها، دي ما فيش فيها مشكله. في سواء ناتشرال سواء سينثيتك سواء بايو ديجريدابل، هي القصه عندي كلها في السكند كارير اللي بحطه، لكن مش في النانو كارير الاولاني. هو عادي اي نانو كارير هيشتغل معايا، مفيش مشكله. شكرا دكتوره. العفو. شكرا دكتور ريبوار، شكرا دكتورة منى. اعتقد ما في سؤال بعد. الان نودعك دكتورة ونشكرك جزيل الشكر مرة اخرى، وشكرا جزيلا، شكرا جزيلا للحضور. وان شاء الله ملتقانا يوم الخميس بعد بكرة الساعة 9 مساء للجزء الثاني من هذه الندوة. شكرا والى اللقاء. شكرا دكتور جبار. السلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة، بارك الله فيك.